الموضوع مش مستحيل ولا حتى صعب الفكره بس في الاولويات بمعنى ان ميزانيتك محدوده جدا فمش هيبقى عندك وسائل ترفيه كتير من غير رغي كتير خلوني اقول لكم هتعملوا كده ازاي اول حاجه يا باشا انت هتفطر في بيتك كويس قبل ما تتحرك عشان بند الفطار مش معانا في حسبتنا يومنا هيبدا من محطه القطر في رمسيس هتروح تحجز القطر ب 10 جنيه المميز وفي هنا تريكايه صغيره لما تحجز القطر المميز احجز قطر محافظات اللي هو بيقف حوالي اربع او خمس محطات بس وده هيخليك توصل اسكندريه في حوالي اربع ساعات بس هتنزل في اسكندريه في محطه مصر تخرج من محطه مصر عندك اثنين اوبشن يا اما تتمشى لحد محطه الرمل يا اما تركب عربيه ب 2 جنيه ونص لحد بحري وهتنزل عند القلعه ودي كده تاني حاجه هنصرفها في يومنا بعد ال10 جنيه بتاعه القطر هنروح القلعه ونتصور هناك ونقعد هناك شويه على البحر بس مش هندخل القلعة عشان نوفر في الميزانية هتلاقي الدنيا حر شوية هاتلك إزازة مية ب جنيه بعد كده هتخرج تضرب واحد آيس كريم بسبعة جنيه من عند الصعيدي وبقولك الصعيدي عشان جامد جدا فكك من عزة وتشوف جنب الصعيدي مسجد المرسى والعباس وتعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك وانت واقف هناك هيعدي عليك الأتوبيس الدوري هتركب وتدفع 15 جنيه هيلف بيك كوناش اسكندرية كله شوف انت حابب تنزل فين بس الاختيار الامثل هتنزل عند كوبري ستالي تقف هناك شويه وتاخد لك كام صوره حلوه وتستمتع بالهواء النظيف طيب انت اكيد جعت ده ميعاد الغدا هناكل من جاد اتنين فول واتنين طعميه بحوالي 15 جنيه بعد كده نطلع عايزين نشرب كوباية قهوة أو كوباية عصير جميلة كده فعندك كافيهات كتير جدا على البحر اختار منهم اللي يناسبك وشوف المنيو قبل ما تختار عشان مش هندفع اكتر من 20 25 جنيه في الموضوع ده ويا ريت يكون وقت المغربية عشان الجو يبقى لطيف وكمان تستمتع بقعدة البحر وما تدفعش كتير بعد كده هتخرج تركب عربية ب 2 جنيه ونص من عند الكورنيش لحد محطة الرمل وتلف هناك شوية في المنطقة هتلاقي محلات كتير تتفرج عليها وفي كمان هناك البرن البرازيلي لو ما كنت شربت قهوة قبل كده بعد كده هنوصل لحد المنشية من هناك هنركب عربية تاني ب 2 جنيه ونص ترجعنا لمحطة مصر وفي محطة مصر هنرجع تاني نركب القطر المميز بتاعنا وهترجع على بيتك مبسوط وفرحان ومغير الجو طيب تعالوا نحسب احنا دفعنا كام من اول اليوم القطر ذهاب ب 10 جنيه عربية لحد القلعة 2 جنيه ونص ازازة مية ب 3 جنيه ايس كريم 10 جنيه الاتوبيس الدورين 15 جنيه غدا فول وطعمية 15 جنيه قهوة 20 جنيه والقهوة دي اللي انت قعدت شربتها في كافيه على البحر مش في قهوه عاديه. عربيه محطه الرمل ب 2 جنيه ونص. عربيه من المنشيه لحد محطه القطر ب 2 جنيه ونص. قطر العوده 10 جنيه. كده كل اللي احنا صرفناه فعليا 87 جنيه ونص. يعني كمان اتبقى 12 جنيه ونص. ما دفعناش ال 20 جنيه كلهم. اعمل شير للفيديو ده وشوف مين من اصحابك هيطلع معاك الطلعه دي وما تنساش تشترك في قناه اليوتيوب. ولو الفكره عجبتكم قولوا لي نعملها على اماكن تانية. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام